باب اخويا، السلام عليكم غرام التونس الكل. تو ما زلت كي جيت ابو نيفو لا فامي كيما عودناكم. ديديكاس لاخواتنا في الجزائر ودخل في الموضوع من المانيا للرجال. خويا الغالي حكينا صاحبي على العلفه، كبش العويني كيفاش تعلفوا، استانس بالعلفه باش نخدموا له على الصحه، نبدلوا له نوعيه العلفه، نبدلوا له الوقت نتاع العلفه، نبدلوا له كل شيء. هذا ما الكل حكينا عليهم في الحلقه اللي تعداو. تو الكبش أعلف وعرف العلفة اللي يعرف يأكلها واستانس المعدم تيعو وعمل صحة. أوكي نقطة توفى لهنا ما توفيش لهنا، الكبش شكلته وقبل بريود تشكيله تحب تحذر الكبش يكون حاضر 100%، خطر العلفة اللي قلت لك عليها اللي هي الشعير والفول ولا الشعير السيك ما تحذرش الكبش 100%. فما أنواع متاع علفة أخرى يمكن أول مرة تسمعوها، يمكن سمعتوها قبل، يمكن أحكو لكم عليها. أنا باش نعطيكم الروح الزبدة متاعها، لا فخر لا شيء، كنا عباد الله. أما عندي معلومة عندك معلومة نسمعها ونبشرها مع بعضنا. لا فامي أبو نيفون دخلوا في الموضوع من المان، عايش الأخوات سيبوني راني مزروب. اسمعني يا بيهي، أنت كي باش تحذر كبشك فما علفة تتمد تعاون في حضور الكبش، تزيد ترغب الكبش في العرك. فما غريزة عند الكبش سبحان الله يحب يعارك. ثم علفة كتمدلو كل منشطات، مش منشطات، تمد بلوس، تزيد تحذرو، تزيد تفحلو. يقول لك الكبش ماكل العلفة الفلانية خليته مفحل. من أنواع العلفة ذيما اللي يعاونوا على حضور الكبش ويعاونوا برشا في الأتراح، نجم نقول لك القصيبة. القصيبة، القصيبة يزيد فلي كرزناي. القصيبة يا غالي، القصيبة خويا علفة تعاون برشا للكبش، ما تمدش ديما، تتمد كان في بريود تحذير الكبش. القصيبة يا غالي اللي ما تعرفش العباد ما نفعها، كما قلت لكم الشعير يعمل اللحمة ويعمل الميوسكل، وكما قلت لكم الفول يعمل الشحمة ويعمل نفخان. نقول لك أنا القصيبة تقوي العظم متاع الكبش، والقصيبة مفعولة أن تقوي العظم متاع الكبش، وذي بوان مهمة باش أي إنسان عنده كومبا وكبش يحب يحضره مليح يوكل القصيبة. كيلوها غالي شوية، عم 3000-4000 كومام، أنت باش تاخو 10 كيلو باش تكلفوا لك 30000-40000، ما يباهين برش. والقصيبة تتعطى شعير وفول وتفوح له شوية قصيبة من فوق، ما نعرفش أنا حفنيت 3 حفنات هكذا. نقول لك القصيبة تعاون برشا في الوقفة متاع الكبش وتقوي له في العظم متاعه وتعاونه في الكوباوات برشا. نقول لك القرفالة، نقول لك القرفالة يا غالي، القرفالة هي دواء استغفر الله يا ربي، هي علفة تقوي في فحول الكبش، تركبها الكبش على العرك، يزيد يجي الرغبة متاع العرك، تقوي له في الغريزة. كيف القرفالة غالية شوي مي قوي لك العرك متاع الكبش. كبش ساعات يكون بارد، الكبش عنده صحة باهية، شكلت كبش كم الكبش بارد بيان سير، توكلوا القرفالة ما شاء الله الكبش يفحل، يولي يطلب في العرك، الكبش يطلب العرك يبدا يفحل يولي يكر، هذاك من الكل مفعول خويا القرفالة. ذما نوعين صاحبي خويا قلت لكم عليهم، واحد تعاون في الميوسكل وتعاون في العظمة متاع الكبش، ثاني الاخرى تقوي في الغريزة متاع الكبش كما قلت لكم القصيبة والقرفالة. فما الكتان، هذا يزد حاجة مزيانة برشا، ثم ناس برشا ما تعرفيش اما راي الكتان تكون سمو فيه برشا. ذما خويا انواع علفة تمدهم الكبش في الشهر المسيابة متاعو ولا قبل بجمعتين من المسيابة متاعو، اذا شكلته واحد في الشهر هذايا قبل نهار واحد ب20 يوم تولي تخدم له، تمد له في العلفة، تمد له في القصيبة، ذما علفة يقولوا له ويقولوا الفحول نتاعو. اذا ربي سهلك وربحت الكبش تقص على القرفالة وتقص على القصيبة، على خاطر الكبش القرفالة اذا انت باش تكثر له منها ينقل الدم. القرفالة عندها مبتغى وحيد هو انه تقوي في الفحول نتاع الكبش. انت الفحول حاجتك بيه في الكومبا، ربحت الكومبا نتاعك توقف خويا على القرفالة. ثاني حاجة القصيبة خويا كيف اذا ربحت الكومبا وربي سهلك وبارك لك وتوفيق من عند الله ذاك عز وجل، توقف خويا على القصيبة خاطر ما عندها حتى منفعة، خاطرها خسرت فلوس، خاطر القصيبة ما تسمنش الكبش، الشعير اللي يسمن الكبش، الفول اللي يسمن الكبش، القصيبة تقوي في عظام الكبش. إيه انت سامحني، انت بعد عمل اليوم الكومبا باش ترتحوا 4-5 شهور باش يبقى ياكل في القصيبة، علاش تقوي له في العظمة نتاعو لويش؟ هو بطبيعته ما عندوش كومبا، ما عندوش علاش يستحقها معناها القصيبة. هذا اخر كلامي خويا في العلفة، 3 حلقات لخصت فيهم العلفة، قصرت في الكلام خاطر الناس يعلم بها ربي كيفاش تفرش فيا كونيكسيون وفي جارهم وبارتاجيو ولتحوم وظلهم لا علينا خويا. هذا اخر كلامي خويا على العلفة، حكيت 3 حلقات على العلفة، العلفة للرعواني، العلفة خويا نتاع باش تعمل صحة للكبش وعلفة باش تحذر بها الكبش. خويا ما غير مزيا وخيرنا وربي يخلينا لبعضنا. ابوني فو بالرسمي، نستحق ابوني ونستحق كومونتير وبارتاج، خليني استعرف فما حاجه اسمها غرام زمان تدور في تونس، برشا محب الناس اللي قالت فينا حتى حبه ابوني فو.